أخ محمد، شوف صراحة لما تشوف اللي صمود شعب فلسطيني الآن لأكثر من 70 عام، ليس لأننا مسلمين نقول هذا، لكن حقيقة هو فخر للأمة وفخر لنا جميعا. أتذكر تاريخيا يعني، وهذه واقع تاريخيا، أنه حينما غزا هتلر فرنسا ومعها بلجيكا وكل نصف أوروبا، يعني الفرنسيين تقريبا 80% إلى 90% إما كانوا مع النازيين يعني سلموا لهم عملاء إما كانوا عملاء إما رضوا وسكتوا عن الوضع. 80% تقريبا، في بعض الدراسات تقول أكثر من 80%، يعني فقط في حدود 20% اللي فكروا ربما تكون هناك مقاومة أو بدأوا في تحديث مقاومة، وكانت مقاومة ضعيفة مقارنة يعني لولا الأمريكيين صراحة لما خرج هتلر من نصف أوروبا اللي احتلها. وكانت الخطيئة الكبرى إنه حينما أراد أن يغزو روسيا موسكو. إذن يعني كانت هناك حكومة تسمى حكومة فيشي، وقادها ماريشال شهير فرنسي يعني، وأصبحوا عملاء وأصبحت الإدارة. وكان ترامب قبل أسابيع في الحقيقة كتب تغريدة كانت مسيئة اعتبر الفرنسيين مسيئة، لكن فيها كثير من الصحة، قال لهم لولا الأمريكيين لكان الآن الشعب الفرنسي أنه يتكلم ألماني يعني، أو بهذا المعنى. وهذه حقائق يعني، مثل مقالة ترامب للسعودية لولا الأمريكان لكان الشعب السعودي يتحدث اللغة الفارسية. هذه قالوها أعتقد قالوها الكونغرس، جماعة من الكونغرس. فحينما تنظر مقام الشعب الفلسطيني لاحتلال عنصر استيطاني بهذا الوضع وثباته، وما زال تقوم عمليات مواجهة ومقاومة، فأنت تشعر بالفخر، خاصة وأن السلطة الفلسطينية ضد الشعب الفلسطيني الموجودة الآن، يعني ضد الشعب الفلسطيني. صحيح أنها لا تسلم أحيانا في بعض القضايا الكبرى أو تريد أن تأخذ عليها يعني تفاوض ودبيت إلى آخره، لكنها في النهاية عندما تصبح أنت تقول أنه نحن لا نعترف بالمقاومة ونحن ضد المقاومة وأنك أنت تسجد المقاومين، فأنت مع المحتل. ولذلك أنا قناعتي أننا كمنطقة عربية ندخل في حالات تغيير هائلة تمس كل المنطقة، وأن ما يحدث يعني، نعم، من كان يتوقع أن تكون السعودية في هذا الوضع قبل 3 أشهر؟ من كان يتوقع أن تكون سوريا في هذا الوضع قبل 7 سنوات أو 8 سنوات؟ من كان يتوقع أن تكون مصر في هذا الوضع قبل 7 أو 8 سنوات؟ فنحن نمر بمراحل المخاض الكبرى، وهو أنك حين تريد أن تمر شعوب من مرحلة التحرر إلى من مرحلة الاستبداد إلى مرحلة التحرر، هناك مرحلة مؤقتة قد تكون هي الأصعب، مثل الولادة هي الأصعب أحيانا.